السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في تحضير طاجين تاع اللوبيا خضراء. ساهل، يجي بنين، كل شيء طيب في نفس الوقت وبلا ما تديروا حتى قطره تاع ماء. تبعوا معايا الوصفه وطريقه التحضير. في كوكوت درت قطع تاع اللحم، انا استعملت تاع الفو. دير معاهم زوج مغارف كبار تاع الزيت، ندير شويه تاع الحمص وندير اللوبيا خضراء. انا استعملت فقط اللوبيا خضراء سيرجولي، بيان سور الا استعملتوا اللوبيا كيما نقولوا ماشي سيرجولي غادي تجيكم الطاجين بنين على هاك. زدت فوقهم زوج حبات تاع بصل مقطعين شرائح بهذا الشكل، زدت معاهم ثاني حبه تاع طماطم كنت رحيتها في الروبو. نديروا الملح، نديروا شويه تاع فلفل كحل، نديروا ثاني شويه تاع الفلفل العكري البابريكا، وندير ثاني الكركم باش لاصوص تاعنا تجينا صفراء. نبلع على كوكوت تاعي مليح ونزيد ندير البوشون ونديرها فوق النار. في الاول النار تكون قويه حتى اللي تبدا تصفر، موراها نقص كاع على النار ونخليها تطيب على نار قليله. مده الطهي على حسب النوعيه تاع اللحم، نتوما كي تفوت نص ساعه حلو وشوفوا اللحم تاعكم طاب ولا لا. ندت لي 45 دقيقه كانت واجده. حليت لا كوكوت كيما راكم تشوفوا، راهي عندنا لاصوص بزاف اي بورتو ما درناش كاع الماء. هنايا اللوبيا خضراء طابت، الحمص طاب واللحم. غادي نحكم ربع كاس تاع الماء، ربع كاس فقط، نزيد عليه مغرف تاع طماطم مصبره، نزيد عليه ثاني زوج فصوص تاع الثوم، وندير الكرويه نخلط كلش في رحبه ونزيده من الفوق. هذا الماء زدناه غير باش نحلو فيه هذيك الطماطم، حنا لاصوص ديجا عندنا في الطاجين. نحرك كلش ونعاود نرجع على كوكوت على نار تكون متوسطه، ونخليها تغلى شويه مده 3 دقائق ولا 4 دقائق، ونطفي عليها بلا ما نبلع على كوكوت بلا ما ندير البوشون. وهذا هو الشكل النهائي تاع الطاجين. كما راكم تشوفوا اللحم طابنا مليح، واللوبيا خضراء تاني، الحمص، لاصوص جاتنا بنينه وعاقده ما درنا فيها حتى قطره ماء. هذه كانت الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وما عليا نقولكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في وصفات جديدة ان شاء الله.